مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في عملية نوعية للولايات المتحدة في أفغانستان بنفس طريقة مقتل الزعيم السابق أسامة بن لادن طرح العديد من التساؤلات حوالين مستقبل التنظيم الإرهابي الأكبر والأقدم على مستوى العالم. الظواهري اللي عمره 71 عام أحد ألد خصوم واشنطن لقي حتفه في غارة جرى تنفيذها عبر طائرة مسيرة دون وقوع ضحايا من المدنيين. الظواهري كان أكبر المطلوبين لدى الولايات المتحدة، وده نظرا لدوره في تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر في نيويورك سنة 2001 واللي غيرت مجريات كتيرة في العالم المعاصر. وعلشان كده الحكومة الأمريكية رصدت مكافأة كبيرة بقيمة 25 مليون دولار لأي حد هيساعد أو يدل على مكانه. اسمه بالكامل أيمن محمد ربيع الظواهري، اتولد في 19 يونيو 1951 بالقاهرة في عائلة متميزة من الطبقة المتوسطة وترعرع في حي المعادي. ظهرت عليه ميول التطرف مبكراً وتأثر في صباه بشكل كبير بكتابات الإرهابي سيد قطب، وانخرط في نشاطات حركات الإسلام السياسي وهو لسه في المدرسة، وتم اعتقاله وهو ابن الخمستاشر سنة لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية. التحق بجامعة القاهرة ودرس الطب وتخصص في جراحة العيون وأسس عيادة طبية في إحدى ضواحي القاهرة، وبعدها التحق بجماعة الجهاد الإسلامي المصرية منذ تأسيسها في العام 1973، وبعدها اشتغل 3 سنين كطبيب. بعد عودته اعتقل ضمن المتهمين باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، وعقب الإفراج عنه في عام 1985 غادر للسعودية، وبعدها بفترة قصيرة توجه لبيشاور في باكستان، وبعدها إلى أفغانستان وتولى قيادة جماعة الجهاد واللي وقفت وراء سلسلة كبيرة من الهجمات في مصر بما فيها محاولة اغتيال رئيس الوزراء وقتها عاطف صدقي ومقتل مئات من المصريين ودوره في مذبحة السياح في الأقصر عام 1997، وبعد كده بعامين صدر عليه حكم بالإعدام غيابيا. وضعت واشنطن اسمه بعد بن لادن على طول في قائمة المطلوبين أمنيا بعد تفجيرات نيروبي ودار السلام اللي استهدفت السفارة الأمريكية عام 1998. بعد أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 دخل الظواهري قائمة جديدة للمطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقد أن الظواهري استهدف بضربة أمريكية في 13 يناير عام 2006 واللي اتقتل فيها 4 من أعضاء القاعدة، ولكن الظواهري نجا وظهر على شريط فيديو بعدها بأسبوعين. تولى جراح العيون قيادة القاعدة في أعقاب مقتل بن لادن على يد قوات أمريكية في 2011، وفي يونيو من عام 2011 حذر الظواهري في بيان الأمريكيين من أن بن لادن سيستمر في ترويع الولايات المتحدة حتى من قبره. وبعد سنوات زادت في الفترة اللي فاتت أنباء عن وفاته بعد صراعه مع المرض، حتى ظهر في فيديو قبل شهور بينفي فيه كل الإشاعات دي لتكتب الغارة الأمريكية أخيرا نهاية حياة الطبيب الإرهابي.